نون والقلم وما يسطرون، وقول الإمام علي عليه السلام: علموا أولادكم الكتابة فإنها من أهم الأمور وأعظم السرور. على هذا الضوء وعلى هذا المنطلق إن شاء الله اليوم أقمنا تجمع لخطاطي محافظة المثنى، وعلى ضوء هذا التجمع هناك معرض ومعروضات للخطاطين، وكذلك اليوم محاضرة عن نشأة الكتابة العربية. وجدنا خلال زياراتنا المدارس وخلال تدريسنا للطلبة هناك هواة وهناك رغبة حالمة بأن يكون مقر لهؤلاء الخطاطين يتعلمون أسلوب ورسمة الخط العربي، وكذلك هناك مطالبات عديدة وكثيرة من طلبة بتحسين كتاباتهم، لأنه الكتابة لها دور جدا مهم في حياتنا وخاصة في المراحل الدراسية. الفن في السماوي دائما نشط وعندنا مبدعين وحتى على مستوى الشباب، من خلال هذا المكتبة المركزية قام الدكتور علي الظالمي بالتجمع للفنانين على مستوى المحافظة يعني، وأراد أن يجمع الفنانين على يجمع الخطاطين والرسامين والفنانين جميعا. كفنانين تفيدنا هذه التجمعات لكون تكوين جمعية للخطاطين للفنانين للتشكيلين حتى على مستوى المسرح التمثيل، هاي الجمعية تفيدنا كباقي المحافظات، كل جميع المحافظات بها جمعيات إلا محافظتنا هاي. بالبداية نشكر الأستاذ الدكتور علي الظالمي على هيج مبادرة وهذه الورشة الموسعة للخط العربي أو بالأحرى للفن بشكل عام. نعرف بأنه الدكتور علي الظالمي من الفنانين التشكيليين المرموقين في محافظة المثنى ومن الخطاطين الرواد الذين سبقونا في هذا المجال، ولكن نشيد بالأخوة المتعلمين في فن الخط العربي الحضور والمساهمة أو المشاركة في مثل هكذا ورشات وهكذا معارض فنية موسعة ومعارض يحتفى بها. هذه المعارض تكون بادرة خير لهذه المحافظة التي قدمت من الفن ومن الأدب ومن بقية الفنون أوسعها من المسرح، فالخط العربي ملتصق التساق تام ببقية الفنون من الأدب والمسرح وغيرها.